معرض رائع جدا وتحديدا في جامعة القدس، لأنه حاليا في جامعة القدس قاعدين نفكر بأفكار كثير خلاقة لها علاقة بالتنمية المستدامة وعلاقة اللي هو دوائر التصنيع الغذائي والزراعة وسد الفجوة ما بين التعليم النظري والعملي من ناحية النزول للحقل للمزارع وإشراف أكاديمي كما تقوم به جامعة القدس من خلال مشروع اللي هو التطوير الزراعي مع الحكومة الهولندية وأربع جامعات فلسطينية. هذا المعرض يجسد أنه يمكننا بسهولة أن نساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني. الأرضية موجودة لدى المجتمع الفلسطيني والمزارعات الفلسطينيات والمزارعين بعمل منتجات زراعية ممكن البدء بتطويرها وإدخال عنصر الصناعة يعني دائرة الصناعات الغذائية كأكاديميين من أجل تطوير هذه المنتجات، وطبعا بتعاون دائرة التسويق في كلية التجارة من أجل أن يكون هناك منهجية سليمة لتطوير هذا القطاع. وهذا المعرض يجسد هذه العلاقة اللي ممكن أن تبنيها جامعة القدس أو الجامعة الفلسطينية مجتمعا. علاقتنا مع جامعة القدس علاقة استراتيجية قائمة على شراكة وتفاهم كامل في كل ما يتعلق بالأجندات التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة. العلاقة مستمرة من 15 سنة، وهذا بيأكد على هذه الشراكة الاستراتيجية، والعلاقة تتطور يوما فيوما من خلال الأجندات التي تم الاتفاق عليها. وإحنا سعداء فعليا أنه نستقبل يعني هذا الترحيب من رئيس الجامعة واستعداده الدائم عمليا للشراكة مع الإغاثة الزراعية في تطوير أفكار جديدة تخدم الريف الفلسطيني، تخدم المنتج الفلسطيني، وبالتأكيد تخدم الطلبة الفلسطينيين، وبتنقلهم من حالة التعليم التقليدي إلى الاحتكاك بقضايا الناس ومشاكل الناس والبحث عن حلول لها، مما سيسهل عليهم الوصول إلى سوق العمل، لأن سوق العمل عمليا يحتاج لناس تجد حلول، لا يحتاج لناس فقط يعني لديهم تعليم ولكنهم لا يستطيعون نقل هذا التعليم أو ترجمته إلى واقع معاش. شاركنا بالتطريز بالإكسسوارات وبشغلات كثيرة كمان، كليات أكثر إشي إحنا مشهورين بالتطريز الفلاحي التراث، يعني بالتراث مشهورين أكثر إشي، وبنعمل كمان مفتول وشغلات زي هيك. شاركنا في التصنيع الغذائي، إحنا جمعيتنا متخصصة، وبصناعة الزيتون، بصناعة الصابونة بطريقة الزيت الزيتون على الطريقة الباقدة، ومخللات بنعمل كمان، وكل أنواع الحلويات ومعجنات إلها أثر كبير على المعارض هاي، بتخلينا نعمل تشبيك مع الجمعيات التانية ومع ناس تانيين بيعرفونا، بيبقى إلنا اسم بالسوق، نسوق منتجاتنا. شاركنا في هذا المعرض ومشارك دائما بالمعارض، مشاركين في منتجات جمعية العقبة التعاونية الزراعية وجمعية العقبة جمعية الممر فيه الخيرية، من منتجات الأعشاب الطبية 9 أصناف، ومن منتجات جمعية العقبة التعاونية الزراعية كمان عدة أصناف، منها الألبان والأجبان والشنكليش الجميد، سمنة بلدية، جبنة مبسترة، يعني أكثر من صنف.